تحياتي لكل اخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. فاكرين البت اللي اسمها سلمى عز الدين، بنت الزملكاويه دي اللي كانت عامله اغنيه مع مرات عنتر بتاع نادي الزمالك السابق والمصري الحالي؟ فاكرينها البت دي اللي كانت بتقول بحبك يا زمالك، بحبك جوه زي بره، او من بره زي جوه، معرفش ازاي من بره وزي جوه، ولكن فاكرينها انتوا فاكرينها. قدمت مسوغات التحريم بتاعتها في نادي او في قناة نادي الزمالك، او قناة الحدث اليوم، او قناة الفتنة اليوم، اللي ما وراهاش سيرة غير النادي الاهلي، وتتطاول على النادي الاهلي وتشكك في النادي الاهلي والحكام وكده. كانت مستضيفة عمرو سماكة وبيتكلموا على الاهداف اللي بتيجي للنادي الاهلي والحكام بيديوا له اهداف غير شرعية، وان النادي الاهلي بيفوز بالتحكيم، وان النادي الاهلي يعني بيجامل تحكيميا على العكس تماما. يعني هي عارفين هو نفس المثل اللي انا بقوله كله فيديو، سلمى تلهيك واللي فيها تجيبه فيه، وهتلاقوه يعني عنوان التتر بتاعنا او عنوان على الصوره المصغره بتاعتنا، سلمى تلهيك واللي فيها تجيبه فيه بالظبط. انا مش هطول عليكم. طبعا سلمى كانت بتتكلم مع سماكه، بعد كده دخل على خبير تحكيمي فحمها. طبعا هو غلط في غلطه واحنا صححناها له في اخر الفيديو. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف سلمى قالت ايه وردنا عليها كان شكله ايه. حضروا الفيديو، اعملوا لايك وشير للفيديو، لو لسه ما اشتركتوش في القناه تشتركوا في القناه وفعلوا لي زر الجرس، وتختاروا كل الاشعارات عشان يوصل لك اي جديد هينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف سمسمه الزملكاويه قالت ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل مع بعض. يلا بينا. اهلاوي قوي جدا جدا يعني اهلاوي اهلاوي صميم جدا. طب ايه رايك في ماتش امبارح؟ ماتش التحكيم. تتكلمي على الماتش ولا على التحكيم؟ لا هتكلم على التحكيم. التحكيم سيبك. بص انا كده كده انا مذيع فمحايده، مش هتكلم بلهجه ان انا زملكاويه. يعني محايده زملكاويه. سيبك من زملكاويه، بس انت قلت انك اهلاوي جدا. طبعا. طب مش شايف ان كان في مجامله من التحكيم في ماتش ايه؟ ليه بتقولي كده؟ ما انا بسالك، انا بسال، انا بقول السؤال من ده خلال سؤال الكلام. السؤال ده محايده ولا السؤال ده زملكاويه؟ لا مش كلامي كزملكاويه، والله كلام الناس على السوشيال ميديا. بص طبعا احنا هنتكلم على الكره اللي هي طبعا مصر كلها اتكلمت عليها، الكره الاوفسايد بتاعت امبارح. كرة صعبة، ما حدش يختلف انها صعبة جدا 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 جدا، وبرضه نقدر نرجع نقول ما فيش، احنا مش الامكانيات او ما عندناش التقنيات ان تقدر تبين كره زي دي. انت عارف ده الخطا الكام مثلا كابتن امين عمر؟ لا بص، ما بص اصلا يعني الموضوع اصلا مش كابتن، لا ده مش خطا الكابتن امين عمر على فكره. انت دلوقتي بتتكلمي في الفار، فالفار يعني هو اللي بياخد القرار ده، هو ده يعني. انت كلاعب كوره هو ما دخلش، هو كان ماشي، هو راح يعني. انت ما عارفه ان هو راح للبار بالظبط، ما تقدريش تقولي كابتن امين عمر هو انت دلوقتي عمرو سماكه ولاعب كوره في النادي الاهلي وخلاص بطلت واشتغلت حكم، فاهم في كوره وعارف الدنيا رايحه فين وجايه منين. انت لما تروح تبص عليها في الفار، انت كعمر سماك هتحسبها اوفسايد ولا هتحسبها مش اوفسايد؟ ما هو الفار مديها لنا مش اوفسايد. ازاي يعني؟ انت ما هو انت، ما انت دلوقتي انت الحكم. اوكي ما انت تقدر تغير. ما خلاص انا رحت هو دلوقتي باين اللاين ان هي مع الكوره مع حسام حسن. انت يعني ما انت شايف ان انت شايف ان الكره مش اوفسايد؟ لا الكره صعبه جدا جدا، انا ما اقدرش اجزم 100% انها اوفسايد او مش اوفسايد، بس انا كوجهه نظري انا الشخصيه انها اقرب انها مش اوفسايد. تمام بس برضو احنا التقنيه لا والله التقنيه نفسها بتاعت التصوير مش مساعده. يعني انت شايفين طبعا اللاين نفسه، يعني انت ممكن انا حسبتها امبارح مع نفسي مع اللاين بتاع السكس يارد نفسه. تمام. قعدت احسبها لعيب، شفت اللعيب النادي الاهلي والكوره، لا قريبه جدا انها تتحسب. بنشوف مواقف كتير زي دي في كل الدوريات بتتحسب ان يعني قصدك ان هي مش هو مش على خط هو على خط عبد القادر، هو على خط الكوره، اخر خط للكوره بنحسب اللعيب واقف فين. فانا شايفها انها يعني تتحسب جون عادي، مش يعني مش حاجه انها لا اوفسايد 100% ويقدر لا الحكم وماشي مع الفار. يعني الحكم يعمل ايه؟ ما انا برضه مش فاهم الحكم هو يعمل ايه. ما هقول لك يا عمرو، هقول لك يا عمرو دلوقتي مثلا، يعني ده مش خطا تحكيمي هو الحكم عمله، لا ده رجع للفار التقنيه واتكلمه وراح شاف. طيب احنا يعني الموضوع محسوم تماما، اكيد ما في يعني اكيد الفار ده مش جاي شغل النادي الاهلي. اكيد اكيد اكيد. طب احنا معانا دلوقتي طبعا كابتن جهاد جريشه، طبعا من الحكم الدولي السابق. ازيك كابتن جهاد؟
مساء الخير على حضرتك وعلى كل المشاهدين. مساء الخير بحضرتك. عايزين ناخد راي حضرتك في قرارات التحكيم في مباراه الاهلي وانبي وخاصه هدف علي معلول، لان الموضوع ده عامل جدال كبير جدا على السوشيال ميديا. جمهور الزمالك بيقول اصل الاهلي بيتجامل بالتحكيم، اصل الكره اوفسايد، ادوا الدوري للاهلي وريحونا. حضرتك بقى كحكم دولي سابق، تحس الكوره فعلا اوفسايد ولا مش اوفسايد؟ اولا بسلم على الكابتن عمرو سماكه وعاش من شافك حبيبي يا كابتن، منور الدنيا كلها حبيبي يا كابتن حبيبي، مبسوط جدا اسمع صوت حضرتك حبيبي. فعلا لم تحتسب الايد في خط احتمالات المباراه. اللقطه الاولانيه الهدف اللي تم احرازه نادي انبي في ركله حره مباشره مش موجوده، ففي ده خطا من الحكم احتساب ركله حره مباشره مش موجوده وتم احراز منها هدف، وطبعا الفار ما يقدرش يتدخل لان دي كره ثابته وبالتالي الفار ما لهش تدخل وبالتالي ده خطا من الحكم. اللقطه الثانيه ركله جزاء للاهلي لحسام حسن لم تحتسب، الايد في الرقبه او في الوش وكانت لازم ركله جزاء وانذار للاعب نادي انبي. اللقطه الثالثه، اللقطه الثالثه الاهم في المباراه اللي هو هدف الاهلي اللي تم احرازه، ده تسلل لو ان الحكم الفار اخطا بوضع نقطه رسمه الخط بتاع الفار من القدم، لكن لو اتحطت من الكتف بنقول ان الحكم الفار هيبقى عامل قرار صح. وفي ساعه لما تحط من الكتف النقطه لما اترسمت من الكتف طلع ان حسام حسن سابق الكوره اللي هي سابق اصلا اخر ثاني مدافع، وبالتالي هو لما تداخل بحركه واضحه وهو موجود في موقف تسلل وتداخل مع الخصوم وهو ملمس الكوره، وبالتالي كان تسلل. الهدف كان لازم لابد ان يتم الغاء. النهارده في ماتش المصري نفس اللعبه بالظبط، البريندو نفس اللعبه بالظبط ونفس المسافه اللي موجوده، حكم الفار رسم الخط صح، تم الغاء الهدف وكان قرار صحيح من التحكيم النهارده بالغاء هدف جيريندو اللي هو التسلل. نفس اللعبه بالظبط بس المره دي الحكم الفار رسم الخط صح ونفس المسافه ومسافه صغيره جدا، يعني تتكلم في سنتيمتر قليله، رسم الخط صح وبالتالي كان القرار صحيح بالغاء هدف المصري. لكن اللي في ماتش الاهلي وانبي اللي رسم الخط كان مش مظبوط وبالتالي كان القرار مش مظبوط. يعني من غير بعض كلام يا كابتن جهاد، بس هي يبقى عندنا المشكله في تقنيه الفار نفسه، اللي يبقى عندنا المشكله في التقنيه مش في التحكيم، ونقدر يعني نتكلم عن حكام مصر. هي التقنيه نفسها عندنا يعني ضعيفه، التقنيه المفروض تبقى احسن من كده. يعني حكم الفار اللي موجود في الكابينه، كابينه الفار، هو اللي بيقول للاوبريتور اللي جنبه حط لي نقطه الخط من النقطه دي، يعني في عامل بشري موجود. طب يا كابتن جهاد، الناس بتتخيل ان طب يا كابتن جهاد يبقى كده يا كابتن جهاد النقطه دي هي الاقرب لخط مرمى الخصوم، وبالتالي يحط النقطه دي الخط من هنا، وبالتالي اختيارك للنقطه الصح هيطلع القرار الصح كابتن عمرو. طب كابتن جهاد يعني حضرتك صرحت وقلت ان الهدف اوفسايد 100%، طب لما يبقى في خطا من الفار بيبقى احنا كده مش مؤهلين مظبوط لما يتحط مثلا النقطه غلط وتتسبب في هدف اوفسايد يتحسب بثلاثه نقط بمثلا ممكن تضيع دوري كامل على فريق تاني، يبقى احنا كده غير مؤهلين. لا مش مؤهلين يا استاذ سلمى، الموضوع الفار محتاج تدريب مستمر. الناس دي لما خدت الرخصه خدت على بتدريب معين، بس التدريب ده لازم يستمر. الموضوع الفار لما كنا في الاتحاد الدولي اول جيل خدنا في الاتحاد الدولي 2016 عشان نلعب كاس العالم 2018، التدريب كان مستمر وكل ونروح معسكرات ونغلط ونتعلم ونغلط تاني ونتعلم. خبراء اجانب عشان يعني لقياده اللجنه للحل ده حل انسب؟ والله بص الحلول كلها مطروحه، لكن انا بتكلم في حاجه اهم يا استاذ سلمى. الاهم بالنسبه لي ان الاول اعترف قدام حكامك ان احنا غلطانين. وصل لكاس العالم بالظبط. فالمهم الحكام كلها ما يجيش ما يتبررش الخطا للحكم، بالعكس. لا بص حضرتك، احنا المشكله الداخليه طبيعي بتنعكس على الاتحاد الدولي وعلى الاتحاد الافريقي. لما عندنا حكام ماشيين صدوره كويسه داخليا، احنا مش شايفين طبعا الدوري المصري مش شايف من الكل طبعا، وبالتالي الناس شايفه ان عندنا مشكله في التحكيم. نبدا قاعده كابتن عمرو، التحكيم محتاج شغل كبير. بالظبط. طب يا كابتن جهاد يعني نشتغل على التحكيم عشان في الاخر العداله تسود الدوري المصري. التحكيم ده دايما ان هو بيبقى كابتن عصام عبد الفتاح لحل الازمات ولا لا؟ والله انا بقول لو الكابتن عصام قادر يحل المشاكل اللي موجوده في التحكيم المصري يستمر ويجيب حد تاني يدخل سواء بقى اجنبي او مصري، ده انا بقى قرار هيبقى قرار اتحاد الكوره. طب في حاله عدم قدره الكابتن عصام عبد الفتاح حضرتك ترشح مين؟ لا ما اقدرش طبعا. سلده شاه ثابت الكلام اللي قاله كله، وان النادي الاهلي له ضربات جزاء ما اتحسبتش
والفاول بتاع امبي اصلا مش فاول ومسكت في الهدف، ازاي الهدف يبقى تسلل؟ طب احنا هنرد عليها، وانا هختلف مع كابتن جهاد جريشة بكل احترام وبكل ادب. بص يا فندم، ده الهدف اللي بيقولوا ان هو تسلل. طيب معلش يعني الكرة فين؟ ادي الكرة ايه، ودي اول بداية للكرة، يعني اقرب خط للمرمى للكرة. ادي حسام حسن، حسام حسن واقف واقف مستقيم، لو في ميلة صغننة انت ما تقوليش ان الخط دو قاطع جسمه، لا الكرة سابقة جسمه. بص يا فندم فرق قد ايه، الكرة سابقة يعني مسافة شبر، الكرة سابقة يعني هو ميل بايده فقط، ايده بس اللي طالعة في التسلل، انما الزاوية هنا خادعة، زاوية التصوير هنا خادعة. بص يا فندم بص، زاوية التصوير هنا فيها خدعة، ان انت مش قادر تحكم، لان المفروض التصوير يبقى من هنا مش بميلة زي ما حضرتك شايف دلوقتي. حسام حسن الموقف سليم مليون في المية، والكرة ما فيهاش اي تسلل، وهنا بص يعني حتى لو عملته على الكتف هنا، لان ده اصلا برضو يعني الكرة سابقاه، الكرة انت بتقيس على الكرة مش على كتف اللاعب، فانا بختلف ان ده هدف شرعي وما فيهوش اي تسلل زي ما بيقول كابتن جهاد جريشة. طبعا دي من زاوية عكسية، وبتبين قد ايه ان الكرة هي اللي سابقة، هي اللي سابقة حسام حسن. طبعا اتكلم عن كرة حسام حسن والاعاقة اللي قدام حضراتكم في الصورة، وان النادي الاهلي استحق ضربة جزاء مليون في المية وما اتحسبتش. كده عندك ضربة جزاء ما اتحسبتش، وفي فاول مع اللي احرز منه انبي الهدف، ده مش فاول اصلا. هنسيب الهدف بتاع النادي الاهلي هنرجع له تاني، ولكن الكرة هنا ضربة جزاء سليمة مليون في المية وما اتحسبتش. هنا نفس الامر، هنا الكرة طبت وراحت جاية في ايد مدافع انبي، والقانون بيقول لك ان الكرة لو جت في اي حتة في جسمك وارتدت على ايدك ممكن ما تتحسبش ضربة جزاء، بشرط ان موضع ايدك يبقى تشريحيا في مكانها الطبيعي، ما يكونش الايد خارج عن الجسم او مكبرة الجسم. فهنا في ضربة جزاء تانية كابتن جهاد جريشة ما خدش باله منها وما تكلمش فيها، يعني الانسة ولا المدام سلمى الزملكاوية بصت على ان النادي الاهلي في هدف سليم هو اللي ركزت عليه، والنادي الاهلي بيفوز بالحكام، وما تكلمتش خالص على ان النادي الاهلي له ضربة جزاء باعتراف جهاد جريشة، وكمان الفاول اللي جه منه الهدف اصلا فاول غير شرعي وفاول مش فاول، بس مسكت في الهدف ده. وعلى الرغم من صحة الهدف زي ما بوري لحضراتكم ان الكرة الاتنين على خط، يعني بص الكرة فين، الكرة مسابقة كل دول، ده وده دو، حتى لو ميل بجسمه الكرة هنا سابقة اللاعب. فانا شايف ان يعني زاوية الميل هنا هتبقى مثلا حاجة بسيطة عن مسار قدمه اللي هو اصلا يعني بيبقى متأخر عن الكرة مثلا 5 سنتي ولا 6 سنتي. انا شايف ان الهدف سليم 100%، لكن الاخت سلمى تغاضت عن ركلة جزاء، ما اتكلمتش فيها ولا اتكلمت ولا قالت ان النادي الاهلي له ضربة جزاء، ولا كمان ضربة الجزاء دي اللي ما اتكلمش عليها جهاد جريشة احنا بنتكلم عليها. ولكن تعالي بقى يا سمسمة يا أمورة يا عسولة اللي بتتكلمي على الاهداف التسلل، الاهداف اللي غير شرعية، بص هنا يا فندم الهدف بتاع نادي الزمالك اللي احرز امبارح في مرمى اسوان في كأس مصر. بص هنا لا محتاج لخطوط عرضية ولا خطوط افقية ولا خطوط بهائية ولا خطوط عسلية، لعب هنا بتاع اسوان على الخط بتاع السكس ياردة، محمود علاء داخل منطقة السكس ياردة، بس انتهى. ادي عندك يا هانم ضربة جزاء، عفوا هدف غير شرعي النادي الزمالك، فينك بقى يا سلمى؟ محدش شافك ليه؟ تاني خدي تاني يا سلمى الكرة دي يا سلمى، ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس ليه نادي اسوان بعد ما عواد فشل في انه يمسك الكرة وما كانش فيه اي تداخل من لاعب اسوان، والكرة وقعت منه راح بايديه وراح موقع لاعب اسوان او مهاجم اسوان، وضربة جزاء غير محتسبة لنادي اسوان. تعالي تاني ضربة جزاء اخرى امام اسوان غير محتسبة بدهس لاعب نادي الزمالك لمهاجم نادي اسوان، وكل الخبراء قالوا انها
ركله جزاء والحكم بالرغم ان هو راح للفار ولكن ما عندوش ضمير وخاف لا جماهير نادي الزمالك ويعني لاعبي نادي الزمالك تحتك بيه لان كان في ضغط عليه اثناء الذهاب للفار. عرفت يا سلمى مين اللي بيكسب بالحكام ومين الحكام بتطبل له ومين اللي بيعرض في الاعلام ومش عايز يجيب الصوره كامله ويقول انت يا جهاد جريشه قلت كذا وقلت كذا نتكلم، لكن انت عماله تحوري وتلوني وتغمزي وترفعي حواجبك لعمرو سماكه والراجل يعني رد عليكي بمنتهى يعني منتهى الحكمه وقال لك الكره فيها وفيها وفيها وزاويه الرؤيه والكاميرا والخط كل ده انا اتكلمت فيه ان النادي الاهلي الهدف بتاعه صحيح 100%، نادي الزمالك الهدف بتاعه غير شرعي 100%، وكمان في ضربتين جزاء لنادي اسوان، وكمان هدف الزمالك اللي جاي منه التعادل هدف غير شرعي للتسلل. فبتتكلمي انت على ضربات جزاء، طبعا ما اتكلمتش على ضربات جزاء ما اتحسبتش للنادي الاهلي، ده تاني ضربه جزاء، اتكلمت بس على الهدف الصحيح 100% للنادي الاهلي اللي جه منه هدف التعادل، وزي ما حضراتكم شايفين ان الهدف صحيح 1000000%، واللاعب واقف مستقيم واقف مستقيم، لو في ميله صغننه دي ما توقعوش في الاوفسايد، وادي الكوره امامكم بتصويرنا وبكاميرتنا وهنا من الزاويه العكسيه بتبين ان الهدف سليم 1000000%. بتاع الفيديو بتاعنا هنكمل معاكم في اللايف، ما تروحوش في اي مكان. جهاد جريشه دخل قال لها ايه؟ قال لها الفاول اللي جه منه هدف انبي مش فاول، يعني لو ما كانش اتحسب ما كانش جه هدف انبي. حلو؟ حلو. قال لها النادي الاهلي له ضربه جزاء. حلو؟ حلو. قال لها ان الهدف بتاع النادي الاهلي غير شرعي تسلل. سابت الحالتين دول ومسكت لي في الحاله بتاعت ايه؟ الهدف. واحنا وضحنا لكم بالصور وبالتحليل بتاعنا ان الهدف شرعي وصحيح 1000000%، 1000000%، والخط ما بيكذبش والخط قدامك، حتى لو كان حسام حسن مايل كده سنه الخط يعني والكوره اقرب للمرمى من ميله حسام حسن ومن خط رجله، بس سمسمه تتكلم على احتواء الزمالك، تتكلم على التحكيم اللي بيجامل الزمالك، لا هي مسخره ضد النادي الاهلي، وقريبا هيبقى لها يعني برنامج خاص في قناه نادي الزمالك، وانا قاعد وانتوا قاعدين. مرتضى عارف يلعبها صح، اقول لكم ازاي. مرتضى زمان كان بيطلع في القنوات قبل ما يتعمل قناه الزمالك وقبل ما ياجر ساعتين ايجار، كان يطلع يشتم في ده وده وده وده، فكان يتوقف ويتمنع من مش عن الحضور، وكان 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 يتمنع من الظهور. جه من ايده قال له لا ما ينفعش كده، انت هات ناس تتكلم باسمك، اديها الكلام اللي انت عايزه، والله العظيم وحياه ربنا الكلام ده قاله من ايده، اديهم الكلام اللي انت عايزه وهم يتكلموا باسمك، ما فيش حد هيقدر يوقف 5 6 ولا 7 ولا 8. مرتضى عمل كده، اشترى الصفحات، اشترى الصحفيين، اشترى الاعلاميين، اشترى هزاز الرؤوس، اشترى فطوطه واحمد جمالات ومش عارف مين ومين ومين ومين، كلهم يطلعوا يطبلوا مرتضى ويصولوا هو وعياله ويهاجموا النادي الاهلي. هو دوا نادي الزمالك وهو دوا مرتضى منصور اللي عمله في فتره الست سنين الاخرانيه وهو متواجد في نادي الزمالك. ولكن تطلع الهانم تتكلم على التحكيم اللي بيجامل نادي الزمالك؟ لا ما تتكلمش عليه خالص، ولا اي هزاز الرؤوس ولا المرتزقه بتوع قناه الحدث اليوم، اذا كان الراعي ولا محمد مش عارف مين ولا الشرقاوي ولا صبحي عبد السلام ولا كريم ابو حسين ولا العالم دي، ما العالم دي تاريخها عندي انا حافظه من سنين طويله، من 4 سنين انا بتكلم عليها. الناس دي اللي غيرت مواقفها، اللي كان في منهم شغال في قناه النادي الاهلي، وكان عفوا كريم ابو حسين كان مراسل في قناه النادي الاهلي، والشرقاوي كان في قناه النادي الاهلي، وكان بيتكلم ان النادي الاهلي نادي القرن، والموضوع اتحسم والموضوع هو ده عن الزمالك. طبعا احنا بنخاطب نفسنا هنا، بنكلم نفسنا. ليه؟ أقول لك ليه. القناة بتاعتنا 15000. صوتنا ما بيوصلش لحد، ليه؟ لأن حضرتك بتشوف الفيديو ما بتشاركش بأي حاجة، ما بتقولش رأيك في كومنت، ما بتعملناش لايك، ما بتعملناش شير، فالقناة بتفضل صغيرة زي ما هي. الفيديو بتاعي أنا بقاسي وبعمل مجهود كبير في منتجة ودبلجة وصورة مصغرة وعلامات وسيو وهوسة، حضرتك ممكن ما تبقاش عارفها إيه. كل ده
الواحد بيعمله عشان يظهر الحق ويظهر ان الناس دي ضلاليه. فانت تساعدنا ان انت تتواجد معانا باللايك والشير بتاعك، وانك لو لسه ما اشتركتش في القناه تشترك وتفعل زر الجرس وتساعدنا على قد ما تقدر عشان صوتنا يوصل للناس. قناتنا طول ما هي صغيره عمر صوتنا ما يوصل لحد، احنا عايزين قناتنا دي تبقى كبيره، لان جماهير النادي الاهلي في مصر 85 مليون، منهم مثلا يعني كلهم بيستخدموا السوشيال ميديا كلهم، يعني في صفحات على الفيسبوك بالملايين في الاهلاويه، وفي قنوات كبيره وتقيله من الاهلاويه. فتدعمنا وتساعدنا وتقف جنبنا عشان صوتنا يوصل والناس دي تسمعنا ويبقى لنا تواجد علشان نعرف نرد على الناس دي باريحيه. يعني الواحد بينبح صوته وبص الاقي الفيديو يعني الناس اللي داخله عليه قد كده صغار، حبه صغننين ليه؟ حتى لو دخلت وحبة صغننين الناس اللي دخلت دي كلها تعمل لايك، مش هبص مثلا الفيديو 2000 واحد داخلين، اللي داخلين يعملوا لايك مثلا 30 واحد ولا 40 واحد، طب فين ال 2000؟ راحوا فين؟ اللايك صدقني مش هيوجعك، مش هيضايقك، مش هيكلفك فلوس، هتعمل لايك كده وخلاص عشان الفيديو بتاعنا يتشاف تاني وناس تاني تشوفه. بتقول لي اليوتيوب، يا يوتيوب المحتوى ده محتوى كويس جيد، انا عملته لايك عشان عجبني. ما دام انت ما عملتش لايك وما اشتركتش وما شاركتش، اليوتيوب بيصنف المحتوى ده ان هو محتوى سيء، فبيخليه تحت ما بيظهروش لحد. انتهى الفيديو بتاعنا، ما تنساش عزيزي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو، لو اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشارات عشان يوصل لك كل جديد بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره، كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.